بسنة 2012 تخيلوا معي بالحرم الجامعي بجامعة دمشق، طالب بكلية هندسة الاتصالات بالسنة الخامسة أمام خيارين. الأول أنه يكمل بكليته بحلمه ليتخرج بعد أشهر، والثاني أنه يطلع للضوء ويبقى إنسان. وأنا اخترت الخيار الثاني. يسعد مساكم والسلام عليكم جميعا. اليوم أنا جاي من الغوطة الشرقية حامل معي أمانة إلكن. قبل ما أكمل خلونا نشوف شوية صور بتمنى كلياتكم تركزوا فيها لأنه كلامنا عنا. مين منا بيعرف حدا من اللي طلعوا بالصورة؟ صحيح، الطفلة سحر هي طفلة من الغوطة الشرقية مصابة بسوء تغذية حاد بسبب الحصار المفروض على 400,000 إنسان. الطفلة سحر كانت موجودة داخل المشفى خلال تلقي العلاج، محاولة إنقاذ حياتها هي وكثير أطفال. أنا كمصور كان لابد من أني حاول أني طالع أي صرخة من الغوطة الشرقية لإيقاف المجزرة المفتوحة اللي عم نعيشها لحد يومنا هاد. كان لابد من العمل على تقرير يسلط الضوء على تأثيرات الحصار وخصوصا شريحة الأطفال، لا سيما أنه يوم بعد يوم بعد يوم عم يتزايد عدد الأطفال اللي عم يعانوا من سوء التغذية الحاد. متخيلين نحن عم نحكي عن الغوطة الشرقية، عن أطفال عم يموتوا من الجوع بوقت الغوطة الشرقية ما كانت بيوم من الأيام جوعانة، كان خيره يعم على كل الشام وعلى كل البلاد اللي حواليها. سحر كانت أحد القصص بالتقرير اللي بدأت بالعمل عليه بعام 2017 مع اشتداد الحصار. التقطت هي الصور القاسية كتير للطفلة سحر. هي الصور التقطت وبعد 9 ساعات فارقت سحر الحياة بسبب الحصار. كان لابد من قرار سريع بنشر التقرير وما تم جمعه من قصص حتى ما نخسر طفل تاني، لأنه هدفنا كأعلام عم نطرح قصة لنسلط الضوء عليها لربما توصل صرخة للعالم ليعملوا شيء لتفيق الإنسانية بقلوب الناس. للأسف كان الهدف أنه ما نخسر طفل تاني وننشر التقرير بأسرع وقت. خسرنا الطفل وهو طفل حسين مقدح اللي ظهر بعد الطفلة سحر. انتشر التقرير وكان على كل الصحف والمجلات العالمية ليحكي صوت المحاصرين. كان أول الآثار لهذا التقرير أنه كان سبب بدخول 3 قوافل للأمم المتحدة للغوطة الشرقية بعد انقطاع طويل بدخول الأمم المتحدة لهي المنطقة المحاصرة. أيضاً كان التقرير هو سبب بإجراء مسح كامل لكل الأطفال الذين يعيشون في الغوطة الشرقية، وكانت النتيجة للأسف بأن الغوطة الشرقية تعاني من نسبة 12% من سوء التغذية الحاد، أي ما يعادل 5,000 طفل يعانون سوء التغذية الحاد
وهي النسبة الأعلى بتاريخ الحرب على سوريا اللي عم يشن نظام الأسد. يمكن الصورة أوضح بتكون بصورة الطفل كريم. الطفل كريم هو طفل أيضا من الغوطة الشرقية، كان برفقة والدته برحلة البحث اليومي عن قوت اليوم لهي العائلة، عن شوية طحين. بلحظة من اللحظات وهو وأمه بالسوق الشعبي بمدينة حموريا بخيم شبح الموت، يبدأ القصف العشوائي، قذيفة تنفجر رائحة البارود بكل مكان، الموت منتشر بكل ركن من بعيد، والصمت يخيم على المكان. وي 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 تصل سيارات الإسعاف لتجد والدة الطفل كريم قد استشهدت بشكل مباشر، ويتم نقل الطفل كريم إلى غرفة العمليات. ساعات طويلة من العمل للأطباء لإنقاذ الطفل الذي لا يتجاوز عمره الشهر واحد، محاولة من الأطباء لمنع موت إنسان بوقت عم يموت فيه آلاف. بعد ساعات طويلة بيخرج أحد الأطباء وبيقلنا الحمد لله كريم على قيد الحياة. خبر حلو بس بوقت كتير صعب، خبر مترافق إنه كريم خسر عينه وانكسرت جمجمته وخسر والدته. الأب موجود، ولكن متخيلين قديش حجم الألم والوجع والويل اللي عند الأب؟ خسر ابنه، عينه طلعت، الأم زوجته شهيدة، الأطفال لحد الآن هنن جوعانين، ما وصل الطحين اللي طلعت الأم تجيبه، ما رجعت ولا رح ترجع. أنت كإنسان حملت هاي الكاميرا لتكون صوت لهدول الناس، شو لازم تعمل؟ العجز عم يقتلك، ما فيك إلا تقول يا رب المأهورين وقف معنا، ساعدنا وساعد هاي الناس اللي عم تموت بكل أصناف وأدوات القتل، بالجوع، بالغاز الكيماوي. أكبر المجازر بالغوطة الشرقية ب 2013-21 1500 إنسان بدقائق، بالقصف اليومي اللي صار الموت هو شيء كتير عادي. عائلات بأكمل اختفت تحت الأنقاض. شو ممكن تعمل؟ توجهت لوالد الطفل كريم بعد أيام لحتى نقدر نطالع صرخة جديدة، من إيماني بأنه الصورة ممكن توقف حرب، ممكن تساعد أطفال، ممكن تساعد 400 ألف إنسان، ممكن تفيق الإنسانية شوي بالعالم اللي لاهي واللي تاركنا بمجزرة مفتوحة طويلة عم نموت فيها بكل أصناف وأدوات القتل. كان الرفض عنوانه للأب لأنه هو يائس بما يكفي، فاقد الأمل من كل شيء. خبرته قلت له يا أبو محمد أنا مقدر الحالة اللي أنت فيها، بس يمكن صرخة كريم تخلينا ما نخسر أطفال تانين، يمكن تساعد كل الناس اللي حواليك اللي عم تشوف معاناتهم وانت عم تعيشها. وافق ورجعت وانا امل على انه رح نوصل صوت جديد لهي الناس، نعمل شيء. ما تستسلم، ما في وقت لانك تستسلم، بدك تبحث عن اي طريقة. وفعلا بعثت الصور لوكالة الفرنس بريس اللي انا بشتغل معه، بس للأسف بيجيني الرد بعد نص ساعة أنه عامر هيدي الصور وهيدي القصة مش رح ننشرها. أوف، معقول؟ قصة من أقصى القصص اللي اشتغلتها خلال سنوات ما راوتني للحظة أنه ممكن ترفض وما تنشر وما يطلع هذا الصوت عبر منصة عالمية. رجعت قلت بجوز مخربط هذا المحرر،
فبيكون الرد انه هيدي القصص كتيرة بالحرب السورية سو مش رح ننشرها. اوف حقيقي سيطر علي اليأس للحظات، لكن كان إيماني وتشبثي بقوة بإني أقدم وطالع صوت هاي الناس، إيماني بإنه هاي القصة إلى أحقية، بإنه توصل لكل الناس ليشوفوها، لتكون تاريخ على المجرمين، لتكون صرخة من مكان محاصر بمنطقة ما حدا بيطلع ولا بيفوت منها جغرافيا، ما في وصول للعالم إلا عبر الإنترنت والشبكة العنكبوتية. فعلا بدأت التواصل مع منصات تصل إلى مستوى منصة لفرانس بريس، وكانت وكالة الأناضول التركية المصنفة 7 عالميا، وبدأت أنا والأستاذ محمد مستو مراسل وكالة الأناضول اللي هو موجود بيناتنا وبوجه له تحية، بدأنا العمل على القصة، وبعد أيام انتشرت القصة وكانت الغلاف رقم 1 بكل الصحف والمجلات والمواقع التركية. كان هدفي وشايف انه لازم القصة توصل اكتر ونعمل اكتر، صورة بتوصل وبتكتب تاريخ، بتكتب وجع. كنت دايما اقول انه هي الصورة بتكون ناجحة ومؤثرة بقدر ما بتكون حقيقية مثل المشهد اللي تصورت فيه. للأسف شفتوا كتير صور عن سوريا وعن الشيء اللي صار، بس كلها رغم كل قسوتها ما وصلت للشيء اللي كان عم يصير ولا 10%. فعلا فكرت كتير بإطلاق حملة تشابه الحملة اليمنية اللي أطلقت للطفلة اللي أصيبت بغارات جوية، هي عم تحاول تفتح عينها متورمة، وتضامن مع النشطاء بالتصوير سيلفي. قلت خلينا نعمل شيء مشابه، وفعلا كان الموضوع مطروح لأنه القصة كانت كتير مؤلمة. أحدهم قال أنه خلينا نتصور صورة سيلفي بس نشوه صورنا بالفوتوشوب باستخدام فبركة الصور يعني. قلت له لا، نحن رح نقتل الحقيقة بهذا الشيء، رح نقتل حتى الصورة الحقيقية تبع كريم. بعد تفكير خطر ببالي أنه اتصور صورة سيلفي وأنا مغطي عيني، لربما تكون حملة على السوشيال ميديا توصل الصوت أكتر وأكتر. بتاريخ 17-12-2017 اتصورت هاي الصورة، وكنت كتير خايف من الاستهزاء، أنه معقول أنت بكل هذا الموت اللي عم يصير وهذا الشيء اللي عم نعيشه أنه تتصور هاي الصورة وتنشرها. خفت أني شاور حدا بالقصة، قلت رح أنشر على حساباتي وأكيد رح يصير في تفاعل، إذا ما صار بحذف الصورة. نشرت الصورة وبدأ التفاعل خلال الساعات الأولى من أول لحظة، 1, 2, 100, 1,000,000,000,000 وصلت الحملة عبر تويتر ل400,000,000 متفاعل. تفاعل مع القصة رؤساء وسياسيين حول العالم ومشاهير ورياضيين ومختلف الشرائح حول العالم. يمكن حدا منكم هلأ بيقول ايه شو سويت لكريم انت، يعني رجعت لأمه؟ انا ما رجعت لأمه، بس انا عملت اللي علي اللي يرضي ضميري كإنسان عاجز داخل منطقة محاصرة. كل واحد مننا لازم يعمل اللي عليه. انت قدمت اللي عليك؟ هذا كان أثر لحملة الطفل كريم، أثر لازم نآمن فيه لما تكون الصرخة طالعة من مكان أنت متشبث فيه كتير بقوة. كان إيماني هو الدافع وراء البحث والعمل الحثيث على إيصال صوت الناس الموجودين بمنطقة محاصرة. العنوان هو تشبث بقوة، بس قبل ما يكون تشبث بقوة كان عدسة مجروحة. العدسة اللي أصيبت معي وكانت رفيقة بكل وقت من الأوقات بتاريخ 2015 وحمتني يمكن من الموت، لأنه الشظية حفرت كانت باتجاه القلب وشظايا تانية كانت خلال الإصابة.
بتمنى هاي العدسة اللي كانت صوت للمظلومين بيوم من الأيام بعد ما يحل السلام على بلدنا سوريا إن شاء الله بوقت كتير قريب، بتمنى أنه تنحط بمتحف بدمشق وينكتب جنبها قصة سحر وكريم وحسين وكل المظلومين اللي كانت صوتهم بهداك الوقت. بالغوطة الشرقية اتعرفنا والتقينا بكتير أشخاص وكتير ناس ما كنا بيوم من الأيام منتخيل أنه نلتقي فيهم. من بين هدول الأشخاص كان الشاب الصديق أحمد حمدان اللي تعرفت عليه واشتغلنا على سكتشات بكوميديا سوداء، إلى جانب عملي بالتصوير، طريقة جديدة كوميديا سوداء تقدم فيها واقع الحصار، سبل لتوصل الصوت أكثر. كان أحمد شاب كتير متميز بروحه الحلوة اللي كانت دائماً تطير فوق الشام وفوق قاسيون. كان قلبه أبيض مثل زهر الغوطة اللي عم يفتح هلأ ونحن بعاد عنا، طلعنا مهجرين منه. أحمد هاي صورته هو وبنته نسيم اللي اجته بعد سنوات وهو عم ينتظره، وقبل أشهر من الحملة اللي كانت بالغوطة الشرقية بتاريخ 18/2/2018 واللي ما وقف فيها القصف ولا لحظة واحدة بالكيماوي والفوسفور الأبيض وغيره وغيراته من أدوات القتل، عاشت الناس أكثر من شهرين تحت الأسقف بالملاجئ. أحمد المميز فيه كان أنه دائماً بسمته حاضرة، دائماً هو المبادر لأي شيء، كان بكل وقت يقول أنه يا جماعة خليكم متأملين خير، روح الحلو حاضرة بكل مكان، يخبرنا أنه ما حدا رح يطالعنا من أرضنا بوقت كنا ما عم نشوف فيه إلا الموت، القصف ما عم يهدى. كان أحمد عم يقلنا أنه نحن رح نبقى بالغوطة، ما حدا رح يطالعنا منا. ما كنت أعرف شو سبب هذا الإيمان والقوة اللي عنده. أحمد فعلا سوى اللي بباله وبقي بالغوطة، بس الشيء اللي ما خبرناه هو كيف رح يبقى. أحمد بقي بالغوطة شهيد. رح أترككم مع أحمد. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هوى في هوى. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك، موطني موطني